يلا يلا. هاي مساء الحال، شو كيف كان الشغل؟ منيح يعطيك العافية. الله يعافيك يا حبيبتي، شو عاملة؟ خلص جوعان كثير، رح اموت من الجوع. يلا تعال، بدك خبز؟ تفضل. ايش مالك؟ ماشي. طب ايش مالك؟ محمد، الوضع ما بقى ظابط. الوضع؟ انا مخنوقة. من شو؟ من حياتنا، من كل شيء. لقمة خبز ما عم نلاقي، الأكل نفسه ذاته عم ناكلها ثلاث أيام. لا أنت بتستاهل هيك ولا أنا بستاهل هيك، وحتى أولادنا ما بيستاهلوا هيك. بس أنا بطلع من الستة للستة، بطلع بتولدن برا صح؟ بطلع بلعب. لا أنا ما عم أقول هيك، بطلع بلعب يعني أنا. تارككم 12 ساعة بالنهار عشان أسمع منك هالحكي هذا. طلعت منظري زي الحمار، بشتغل من الصبح لليل بس عشان ناكل اللقمة هاي. ايش يعني عم ناكل كل ثلاث ايام طبخة؟ ايش يعني؟ احكي لي. غيرنا ما عم ياكل ولا لقمة. كل اللي عم بعمله ما عم تقدري لي ولا اشي. كل البعد اللي بعده عن اهل، عن عيلتي انا، مرتي واولادي. بتفكري ما بشتاق لك؟ بتفكري ما بشتاق لك؟ هنا ايش صار لك؟ ايش صار لك؟ بعرف ما كنت هيك. ما بعرف نينا، انت مش هيك. ايش مالك؟ 100 مره حكيت لك، اللي بصبر بنقول يا ربي الله دائما معنا، واذا ما اعطانا اليوم بيعطينا بكره. ربنا نسينا. ربنا نسينا؟ ربنا نسينا؟ ربنا بينسى حدا؟ مجنونه انت نينا. عيب الحكايات نينا، عمرك ما كنت هيك. اعطيني ايدك، اعطيني ايدك. ولا يوم صبر انتهى، ولا شخص ذل وهان، ولا راسي يوم انحنى وهمل علي طوفان. ولا يوم صبر انتهى، ولا شخص ذل وهان، ولا راسي يوم انحنى وهمل علي طوفان. وان كان ذنب الفقر بداخلي سلطان، وإن كان ذنب الفقر بداخلي سلطان. عاشوا على شمعتي أم وأب وإخوان، وقلتي أحبك أنا كوخ قصر مرجان. والعبرة مو بالذهب، العبرة بالإنسان. العبرة مو بالذهب، العبرة بالإنسان. ما بدي اشوفكم رايحين بتقولوا اوكي؟ اخذك على السوق بكره؟ كل يوم بتنفس. يلا. صحتين. على قلبك حبيبتي. Take this first.